من حلقتنا كلام الصباح. النهارده معانا ضيفتنا المميزه عاده، يعني زينب الصديق. ازيك يا زينب؟ ازيك يا رنا؟ عامله عامله ايه ايه؟ حبيبتي؟ الحمد طبعا لله. المره اللي فاتت ما كملناش تفسير الاحلام من كتر المكالمات الكتيره، طبعا فهنكمل النهارده. ان شاء الله. بس النهارده معانا تهنئه من اسره البرنامج ومن قناه الصحه والجمال للباش مهندس ابراهيم يوسف واميره الصديق بمناسبة عيد زواجهم وعيد ميلادها. عقبال مليون سنة يا أميرة. نرجع تاني بقى لموضوعنا. تمام يا حبيبتي. عايزين النهاردة نعرف منك يا زينب، لو حد شاف نفسه حامل سواء بنت أو واحدة متجوزة أو راجل، هل ده بيكون معناه إيه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بص يا ستي، رؤيه الحمل دي بتيجي لناس كتيره جدا، بس بتختلف طبعا من حد للتاني. بتختلف لو شافتها بنت، تمام. لو بنت ما اتجوزتش ممكن تحلم بالفعل ان هي حامل، فده بيكون له معنى. اول معنى بيكون له معنى، اول معنى بيقابلنا ان البنت دي جواها هموم كتير جدا ومتاعب، تمام. وبالذات حتى يقول لك كابتة جواها حاجات، فشافت نفسها بالفعل ان هي حامل والجو ده. طبعا ومعناه تعب الانسان تعبان فيه، والدليل على كده بيقولك في حملته امه وهنا على وهن، معنى كده ان الانسان حامل، يعني هو حامل تعبان، فاهماني؟ فيه هموم ومتاعب جواه. معانا اتصال من مدام كريمة. الو الو يا حبيبتي، اهلا بيكي. اهلا بيكم، منورين الشاشه. الله يخليكي يا حبيبتي، الله يخليكي. بكره كده مفتت الاحلام بعد اذنك. اتفضلي يا حبيبه قلبي، اتفضلي. الو، ايوه ازيك يا استاذه ايوه يا زينب؟ حبيبتي، الله يخليكي. عامله ايه؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. ممكن بعد اذنك اقول لك ثلاث رؤى صغيرين بعد اذنك يعني؟ طب تمام، رؤيه رؤيه ونفسرها ومعاكي باذن الله، اتفضلي. بص، الرؤيه الاولى ان انا شفت جوزي بيذبح عيش، تمام. وانا واقفه بعيد يعني، بس شايفه ان هو مش بعيد، بس هو وحاج. هي واقفه شفتي اول روح. ثواني، كان بيذبحوا في البيت ولا بره البيت؟ لا بره. انتي عندك ولاد؟ لا انا اتكلمتك الاسبوع اللي فات، اللي قلت لك هتبقى 15 سنه وما حملتش. انتي لسه ما حملتيش وكده؟ اه تمام. وبس اه هو عنده اخوات في سن جواز؟ لا، اخواته كلهم متجوزين. متجوزين؟ اه طب تمام، هقولك بالفعل. بصي، حاولي بالفعل زي ما انت شفتي ان انت تذبحي حاجة، تمام، لان دي في الحالة دي رؤية حق. الدليل على كده رؤية سيدنا ابراهيم لما كان رأى في المنام ان هو بيفدي بابنه اسماعيل، تمام. يعني هو معناها كده ان هي دلوقتي تذبح. هي بقى تقلق، اذبحي بالفعل، خلي زوجك يذبح حاجة بنية ان ربنا يكرمك، وان شاء الله يعني هي زي ما هي، وان شاء الله ربنا يكرمها ان شاء باذن الله. الله، ان شاء الله باذن يا رب الله. يخليك يا ان رب. شاء الله، الله اقول اعلم. لكم الرؤيه الثانيه. اتفضلي يا حبيبتي، قولي يا حبيبتي. الرؤيه الثانيه دي لاختي، تمام، اتفضلي. اللي هي بزرع، في زرعه كده كبيره وبتنجي فول اخضر. لا مش سامعه، هي زرعه زرع يعني في وسط زرع، والزرعه دي فيها فول اخضر، مكان والفول فيه زرع الاخضر كتير. زرع فول اخضر، تمام. وبتنجي الفول الاخضر دوت. يعني هي في ارض وبتنقي الفول. يعني زرعت فول اخضر في الارض وبتنبت فول اخضر. اختك دي متجوزة؟ لا. تمام، كويس. بتشتغل الاول ولا لا؟ ايوه هي بتشتغل. ايوه بتشتغل. طب كويس، هقولك. هي دي الرؤية الثانية. الرؤية الثالثة، طب استني هقولها لك بقى بالمرة. هو ده معناها بما ان هي بتنقي، فده معناه ان في رزق معين هيجي لها، تمام. بس هي لازم ان هي تنتبه، لان الفول برضو شوية البقوليات عندها واقفة، حتى لو يعني رغم ان الفول الاخضر يعني، بس برضو ايه معناه ان هو رزق بيحتاج شوية لشوية مجهود، لان الطبيعي ان انت هيجي بعد بتفتحي، وقت يعني شوية. لا بيحتاج لمجهود في الحصول عليه، فمعنى كده ان الشغل بتاعها ممكن يكون متعب شوية بالنسبة لها، تمام. فمعناه ان هي بتشتغل بس ايه يعني تتحرى الدقة. ممكن يتعرض عليها امرين، لان دايما البقوليات معناها استبدال ما هو ادنى بما هو خير، يعني معنى كده هتستبدل حاجة قليلة بحاجة، يعني العكس، حاجة كبيرة بحاجة بحاجة قليلة. صغيرة. ممكن يتعرض عليها شغل تاني، فالشغل التاني ده هيكون دخله مش الدخل اللي موجود عندها، تمام. فمعنى كده ان هي لازم تتحرى الدقة كويس جدا. بس كده، الله اعلم طبعا. اقول لك الرؤية الثانية. ماشي الرؤية حبيبتي، الثالثة، اتفضلي. ايوه معاكي يا حبيبتي، اتفضلي. الله يخليك يا حبيبتي. الرؤية الثالثة بتاعت مرت اخويا، حلمت ان هي بتطبخ بالجاز وبتعمل رز
وفي سلطه، وبتعمل سلطه، والسلطه كتير كتيره قوي، وما تحط لها ملح حرف يعني ملح حرف كده، السلطه كتير. وهي بتحط ملح حرف وهي وولادها قاعدين جنبها، فاختي دي برضه لابسه طرحه جميله، وولاد اخويا دول لما يرموا عليها الملح ده، فالملح يبقى زي الترتر عليها، وبالترتر ده لما يقعد في السلطه. لا، هما بيرموا مين اللي بيرمي الملح على مين؟ ولاد اخويا قاموا على ولاد عمتهم اخويا. اللي هي اختي. دي مش متجوزة؟ مش متجوز. لا، ان شاء الله ربنا يكرمها تتجوز ان شاء الله. حتى معروف في عوايد الافراح ان بيقول لك يرش ملح من الحسد وكده. لا، ان شاء الله بالفعل. بس هي بترمي الملح، ولاد اخويا بيرموا عليها الملح على عمتهم دي، فهي بترميه من على راسها، بس راسها صحه جميله، بترميه من على راسها ايوه، وبينزل ما في هو ده السلطه. تأكيدية، لأن الطرحة اللي هي لابساها ده كناية عن الزوج، لأن في آية في القرآن بتقول لك هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فالطرحة اللي هي الستر بتاع البنت نفسه المكسب بيها الجواز، فاهماني؟ الله وتحضيرات يخليكي. الطعام دي تعادل الوليمة، اللي هي الوليمة في السنة تمام. دي، كانوا زمان أيام الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا بيعملوها في الأفراح والمناسبات، فهي دي بشرى بزواج لأختك بإذن الله، والله تعالى أعلى ان شاء وأعلم الله. إن طب شاء اقول لك الله. رؤيه اخر نقطه صغيره برضه ماشي، زي اتفضلي. بعض. ده استغلال كده يا كريمه. الو كريمة، الاتصال اتقطع. ضاعت من، حاولي ترجعي تاني. بقول طيب نرجع تاني. في حد لا، بيقول لسه ما كملناش الموضوع. هي خلاص كده لا لسه، التفسير بتاعها. لو المتزوجة بقى شافت ان هي حامل، بالفعل ان شاء الله ربنا هيرزقها بحمل بالفعل، تمام. تمام. لكن برضو بترجع برضو ان ما عندها شوية تعب نفسي، مشاكل معينة، بس إن غالبا بتكون المشاكل زوجية، لان البيبي اللي ناتج بيكون نتاج مين؟ اب وام، فاهماني؟ فالمشكلة مشتركة بين الطرفين، فاهماني؟ تمام بس تمام كده. طيب احنا معانا اسماء. الو يا اسماء، ايوه، صباح الخير. صباح النور. اتفضلي يا حبيبتي، مفسرة الاحلام معاكي. الو، ممكن اقول لك حاجه؟ اتفضلي يا حبيبتي. اخويا حلم ان هو ماشي كده من ناحيه درونكا كده، يعني درونكا فيه جبابين. ماشي. ايه؟ طب بصي، وطي وطي لو سمحتي بس التليفون، التلفزيون، سوري. خلاص ماشي. بقول لك هو ماشي في شارع ما عندنا في البلد من ناحيه درونكا، في درونكا دي ناحيه جبانه يعني. ده دي بلد ولا محافظة ولا ايه؟ ماشي من بلد ناحية بلد المقابر، بلد صح؟ بلد من ناحيه مقابر. اه، فحالم ان في حد ماشي وراه عاوز يسلمه، حد ماشي فطلعوا له ورايا. اتنين من ناحيه لا الجبال استني كده. استني يا حبيبتي، انتي بتقولي حد عايز يسلمه؟ يسلمه. يعني ايه يعني ايه يسلمه؟ يسلمه؟ يعني يسلمه الجسم، يعني جسمه كده. حد عايز ياخده الاسم يعني. حد عايز تمام ياخد الجسم. اه راح قال راح طلعوا له اتنين بقى من ورا، ف راجل فيه يعني علامة صلاة وكده، فقال له مالك؟ قال له ده الواد اللي ورايا عاوز يسلمني. راح طلع له فلوس، راح ندم على الواد اللي ورا، طلع له عشرينات خضرة، قال له خد العشرين دي وسيبه. وراح الواد خد العشرين ومشى بعيد عن اخويا. راح هما مشى معاه، نيجي معه خاتم. قال له الخاتم ده عاجبني، قال له طب ممكن البسه شويه؟ بيقول له راح الخاتم لابوه ده راح ايه؟ جيبه كله لونه اخضر. يا اسماء، هو بيقول له الخاتم ده عذبني؟ عاجبني عاجبني عاوز عجبني، ياخده هو عاجبه يحبه. يعني الخاتم مين حلو اللي عاجبه؟ عاجبه الخاتم؟ الشيخ ولا اخويا اللي عجبه الخاتم من الراجل اللي هو طلع له من ناحيه الجبانه. اللي هو الشيخ اللي ساعده؟ اللي هو ساعده ومشى الواد ده. تمام. راح لبس الخاتم اخويا منه، فلقي لونه اخضر خالص زي الحشيش، جسمه كله منور اخضر. تمام. راح قال له طب الخاتم ده عاجبني تديهوني؟ قال له لا، ده الخاتم ده عامل، انت عارف الخاتم ده بكام؟ ده ب7 مليون. حلو. راح قال له لا خد يا عم، ده الخاتم ده غالي عليا. وراح جرح له وعطى له الخاتم للشيخ. راح مشى شويه، لقي في منجم مليان نار من ناحيه الجبانه، لإيه؟ ولقي صوت عاد، لقي منجم. منجم مليان نار من ناحيه الجبانه. منجم مليان نار؟ من ناحية الجبانة. راح نجي صوت عيل صغير بيبكي، يفكر العيل ده فوق النار. راح ايه؟
افتكر ان الطفل ده البيبي ده على النار. تمام. اتاكد البيبي ده على النار، هو مشى عشان ينقذ العيل، راح هو لقي هدوم عيل على النار مش العيل. تمام. راح بص كده جنب النار لقي العيل محطوط في الارض، راح شال العيل ومشى شويه لقي اتنين حريم قاعدين، قال له الولد تبعك؟ قالت له لا مش تبعي، بس خدته وحاطته جنب الجبانه والواد بيبكي بيقول لها سكتيه، قالت له سيبه سيبه بس. طب اسماء انا هقول لك على حاجه، هو انت اخوكي بيشتغل ايه؟ انا اخويا بيشتغل بياع. هو انت اخوكي ليه في سكه الاثار او حاجه زي كده؟ لا ملوش والله في الحاجه كده. لا طب خلي الرؤيه دي بعد الحلقه عشان الرؤيه دي ما تنفعش على العين. طب كلمينا بصي كلمينا يا ما أسماء ينفعش بعد الحلقة. فيها حاجات ما ينفعش تتقال علن قدام الناس، فاهماني؟ سيبي رقمك في انا الكنترول هكلمك واحنا هنتابعك بعد يا الحلقة. أسماء. تمام، لو عندك رؤية تانية قوليها وانا هكلمك. شكرا. مش هينفع قدام خالص على العام ما تنفعش. طبعا خالص. طيب هي فيها حاجة تحذيرية مثلا ولا؟ تحذيرية، هي تحذيرية اصلا، بس عارفة بيقولك بيبقى جايبة اسرار من الشخص نفسه، لو يعني النصيحة في العالم فضيحة، فانا لو قلت حاجة ما لا ينفعش. لا كده حلو، فانا اسماء هكلمها بعد بعد الحلقة الحلقة. بياخدي الرقم بقى. انا هكلمها ان شاء الله. طيب في سؤال تاني بيقول لو حد شاف الإبرة في المنام معناها كويس ولا وحش؟ على حسب. بصي هي الإبرة حلوة، حلوة في حالة واحدة بس، انك تشوفي ان انتي بتخيطي حاجة، يعني مثلا حاجة متفرقة وان انتي بتصلحيها، فده معناه اصلاح ذات البين، يعني بتصلحي بين اتنين بالود وبالكلام الكويس. غير كده اصلا الإبرة في المنام ما بتبقاش حلوة، لو بالذات لو شفتي ان هي بتشك حد او كده، فده معناه مش مستحبة، تيجي برضو من رموز الحسد وبيبقى معناها بؤس. لو شفتي الإبرة مثلا راسها اتكسرت ده معناه وفاة للزوج، وفاة تمام الزوج، فده مش تمام مستحب خالص. اوكي. معانا ام محمد من الجيزه. الو الو، السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام، السلام. ممكن اقول رؤيه؟ اتفضلي يا فندم. انا قافله فعلا، عامله عمره. ما شاء الله. فبصيت لقيت في يوم ان انا يعني انا قاعده بكنس في البيت، في المدخل بتاع البيت، وفي واحد اسمه عبد الحليم صاحب ابن جوزي. تمام. بس لقيت جه وبقول لي انت بتعملي ايه؟ بقول له بكنس. فراح كبس جاز جيركن بتاع جاز، وراح كبه عليا من ورا. بقول له انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بقول لي انا بقول له هو ايه ده؟ بقول لي ده جاز يا حاج، ده جاز. ثواني، هو ابن جوزك، صاحب ابن جوزك ده اسمه، هو ده اللي اسمه عبد الحليم؟ تمام. فراح رمي ايه؟ راح جاب عود كبريت وراح رمي عليا، فانا واقفه محتاره مش عارفه اعمل ايه ولا اروح فين في الصاله. ورحت طالعه لبره، رحت لبره لقيت واحده جارتنا قاعده على الباب انا معرفهاش. واحده قاعده فبتقول لي، بقول لها في نار، في ظهري في نار. بصت كده وقالت لي فعلا. طب بصي عليا، بصيت كده راحت مطفيه بايدها، مطفيه النار دي بايدها. طب انا عايزه اقولك على حاجه، هو انت جوزك داخل شراكه مع الراجل ده في حاجه؟ لا 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 لا، انا جوزي عيان وراجل كبير يعني. طب بصي انا هقولك على حاجه، انتوا عندكم ازمه ماديه دلوقتي صح؟ ايه ازمه ماديه يعني؟ شويه. طب بصي بقى، الرؤيه دي تحذيريه. اول حاجه الراجل نفسه اللي انت شفتيه في الحلم ده، خلي جوزك يخلي باله منه، فاهمه؟ انت عندك عيال ماشي. كبيره؟ لا لا، ربنا ما رضيش، ربنا ما رضيش. ربنا يعوضك يا رب. الرؤيه دي تحذيريه، خلي بالك من الراجل ده وابنه بالفعل، لان الناس دي مش كويسه خالص. وبما انه ان هو دلق جاز على ظهرك والجو ده، فمعنى كده ان الراجل ده هيغدر بزوجك في حاجه، فاهمه؟ لان الراجل ده طبعه خاين، لان في الظهر وجاز، فمعنى كده ان الراجل ده هيشعل فتنه بينك وبين زوجك، هيتسبب في فتنه معينه سواء الولد او ابنه، لان الولد دنيا باباه يعتبر تبع والده، فمعنى كده ان الناس دي مش كويسه، خلي بالك. وللاسف هتشعل فتنه وهيتكلموا عليكم كلام بالباطل لدرجه انت ما تتخيلهاش في الوقت ده، بسبب ايه؟ ان انت هتكوني محتاجه فلوس، لان الكنس معناه جمع اموال، فانتي هتكوني محتاجة فلوس، فالولد ده هيستغل حاجتك في حاجة معينة،
فاهمه؟ الراجل ده نفسه هو سواء هو او ابنه هيستغلوا حاجتك في حاجه معينه، لدرجه ان هم هيشعلوا فتنه كبيره جدا جدا، وهيعرفها الناس كمان، بس الناس هتطفيها لان انتوا سيرتكم كويسه. يعني هو حتى يعني بيقول لك ايه، ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. انتوا ناس على خير وفي حالكم، فربنا مش هيرضى بالظلم اللي هيحصل ابدا، فبالفعل الناس هي اللي هترد على الاذى اللي هو الناس دي هتعمله، فاهمه؟ والله اعلم يعني، بس الناس دي مش كويسه. طيب اقول لك على رؤيه ثانيه صغيره كده. طبعا اتفضلي. انا في الليله اللي قبل اللي فاتت دي حلمت ان انا يعني قبل الخميس، قبل يوم الخميس برضو ان انا بتجوز، ورحت شفت فستان فرح، بقول لي لا ده انا عايزه فستان حجم عالي، حجم كبير، بداية هيجي داية عليا. فواحد اسمه حاج سيد، راجل كبير كده، فالحاج السيد ده بيقول لي انت هتدخلي امتى؟ بقول له ده انا هدخل يوم الخميس. فوالدتي متوفيه قاعده قدامي كده ما اتكلمتش، فبقول له انا هخش يوم الخميس. وقاعده بقى ايه فرحانه كده وعماله اغسل وكده. بس كان في عريس في الحلم او كان متسمي عريس، كنت عارفه مين؟ كان في واحد، كان في واحد، هو كان كويس. جوزي اللي قبل كده. هو انت عندك كام سنه؟ انا عندي يعني 54 كده. لا ثواني، هو انت زوجك زوجك القديم ده كان متوفي متوفي ولا عايش؟ لا لا عايش لسه، بس بحلم بيه كتير، بشوفه كتير في الرؤيا، مش عارفه ليه بشوفه ايوه كتير. ايوه فاهمك فاهمك، كملي يا حبيبتي. فهو واقف ما بيتكلمش، فرحان فرحان، هو اللي بيخش معايا وهو اللي بيشاور لي على الفستان وانا هو برد اسمه ايه؟ كده. اسمه ايه؟ جوزي القديم؟ لا القديم، لا السابق. طيب تمام، وبعدين؟ لو خلاص وقمت بقى يعني استغفرت وقمت صليت ركعتين قيام الليل وخلاص كده، يعني هو الحلم خلص على ان انتي خلاص اخترتي فستان وكده. بس طب كويس. بس بصي ان انا شاء بشوفه على طول، بشوفه على طول في بصي، المنام. هو ده في الحاله دي تغيير من حال لحال افضل ان شاء الله، لان واضح ان انت في ابتلاء بقالك فتره ومهمومه بقالك كتير، فلان يوم الخميس بيعقب الجمعه، الجمعه اللي هو عيد المسلمين، فيوم الخميس حلو جدا، من احلى الايام اللي تتشافها. معنى كده ان شاء الله ربنا بيبشرك ان بالفعل بعد الابتلاء والضيق اللي انت فيه ده في فرج وفي تغيير في الحال من حال لحال افضل، لان طبيعي العروسه في بدايه حياتها بتبقى الحياه حلوه وبسيطه غير دلوقتي، يعني غير لما مر عمر وبقى فيه ابتلاءات ومشاكل والجو ده، فربنا دايما بيبشرك ان لسه الاحسن جاي ان شاء الله، يعني في خير قادم. ادام اتسمى عريس في الرؤيه فبتبقى حاجه كويسه جدا، لكن لو ما فيش عريس الرؤيه بتختلف تماما، هو فاما الاتصال الله بس اعلم. اتقطع. ماشي، في حد بيقول لو حد حلم بفران ده معناها ايه؟ بصي الفران ليها تفسيرات كتيرة جدا، بس هناخد بقى في المجمل العام او بالسياق العام، الفار دايما بيدل على ست فاسقة، امرأة فاسقة. فاسقة يعني حد ما بيعرفش ربنا سبحانه وتعالى خالص، حد مش كويس، بقى حطي تحتيه كل الصفات اللي هي أعوذ السيئة. بالله. أعوذ بالله. طبعا ده أشهر تفسير للفران، أو دايما بتبقى كده. بتختلف الفران على حسب ما بتتشاف، يعني مثلا في رؤية جدا مشهورة، واحد شاف إن هو واقف قدام بير، تمام، تمام. ونازل متعلق بحبل ونازل البير ده، وفي القاع بتاع البير ده فيه عسل، تمام، وفي وهو نازل على الحبل، تمام، جاي نازل لان هو نازل ياخد من العسل اللي موجود في البير، ولما نزل تحت على الحبل فضل واقف ياكل في العسل، وفجأة ظهر فارين، واحد واحد ابيض، فران بيضة وسودة، تمام، وبدأوا ياكلوا في الحبل ده، تمام. فالرؤية دي معناها ايه؟ الرؤية دي كانت من اهم الرؤى اللي بتيجي، اللي بتثبت ان في للفران تفسيرات تانية على حسب الرؤية. احنا قلنا الرمز ليه 1000 تفسير، فده تمام. معنى ايه؟ العسل اللي موجود في قاع البير دي، البير ده اصلا يعد كناية عن الدنيا، تمام، والعسل اللي موجود جواها اللي هو ايه، حلاوة الدنيا وشهواتها والجو ده، وهو مشغول بايه؟ بأكلها. بأكله. والحبل اللي هو اللي نازل ده معناه عمر الإنسان، والفران بتاكل منه، فده مع الفران البيضة والسودة دول معناهم الليل والنهار، فمعنى كده ان عمره بيروح في الدنيا، فمعنى كده لما الانسان يجيله رؤية زي كده انتبه ان انت حياتك بتخلص وخلاص، حياتك بتخلص في لا شيء، فاهماني؟ اوكي ماشي. وبكده نكون خلصنا الفقرة الأولى، وهيكون معاكم زميلتنا الجميلة بعد الفاصل رنا عادل.